إن من أعظم ما يمن الله به على من يشاء من عباده هو أن يوفقه لمعرفة الحق، وأن يعرف الحق الذي به يسير إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، أن يعرف الحق من الباطل، وأن يميز بين الهدى والضلال والغي والرشاد، فهذه نعمة عظيمة، لأن الإنسان إذا عرف الحق عرف أهله، كما قال علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله، كما قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال.